scientist and I study decision making. I do experiments to test how different chemicals in the brain influence the choices we make. I'm here to tell you the secret to successful decision making. Thank you.
الذين يشتغلون بعمل لا يقره الله يأكلون أموالهم بالباطل ويدخلون في بطون أولادهم الأبرياء مال بالباطل. فعلى الذين يأكلون من مثل هذه الأشياء أن يتنبهوا جيدا إلى أن الذي يعونهم إن أدخل عليهم شيئا من هذا عليهم أن يذكروا ربهم وأن يقولوا لا لن نأكل من هذا المصدر لأنه مصدر حرام ومصدر باطل ونحن الذي خلقنا هو الله فهو يتكفل برزقنا. لأن الله سبحانه وتعالى يريد منا جميعا أن نتيقظ أن عملك لا يرزقك وإنما يرزقك الله بسبب هو العمل. فإن انتقلت من عمل باطل فلن يضن الله عليك بعمل حق لتقتات منه. ومن يتق الله يجعل له ويرزقه من حيث لا يحتسب. أنت احتسبت أن رزقك لا يكون إلا من هذا ولكن اتركه طاعة لله وانظر إلى يد الله الممدودة لك بغيره. إذن فقول الله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل على الناس أنهم يتنبهوا له ولا يدخلوش في أجوافهم ولا أجواف من يحبون إلا مالا من حق إلا مالا من حق ومال بحركة شريفة ومال بحركة نظيفة. وليكن دائما الصدد بتاعهم إيه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث إيه من حيث لا يحتسب. وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. Thank you.
أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون.
للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. الجزاء الإحسان إلا الإحسان حي على الصلاة.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. إني ببابك قد بسطت يدي، ما لي ألوذ به إياك يا سندي مولاي.